بسم الله الرحمن الرحيم. جينا لك سمو الدو ابن خاله الامام محمد، توفى الوالد تاعه البارح امس، ونطلبوه كما قال لك الله عز وجل يرحمه ويوسع عليه، ونطلبوه هو كما قال لك يكمل الدراسه تاعه، ودوام الحال من محال امر الله، كفو كلش لله ما اعطى والا ما ان لله وانا اليه راجعون. حنا نطلبوا منك وحنا نطلبوا منه كيما يكمل الدراسه تاعه، ونشجعوه باش يكمل الدراسه تاعه ويفوت الامتحان على وجه على احسن وجه. وان شاء الله كيما قال لك ان شاء الله كيما هي الله غالب لا اله الا الله. كل نفس دائقة الموت، تأثر كيما نطلبوا ان شاء الله ما يتأثرش بزاف. ان شاء الله ان شاء الله ما يتأثرش بالصدمه تاع الوالد تاعه ويكمل الامتحان على وجه على وجه الخصوص ان شاء الله. ودوكا حتى الان راني جيت باش نديه من المدرسه ونعاود نرد ان شاء الله على الزوج باذن الله. نكونوا باش نشجعوه شويه ان شاء الله. جينا 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 باش نشجعوه هنا يقسموا على هذه الصدمه اللي لا اله الا الله. الصدمه جات فوق الجهد. تلقى صدمه تاع الوفاه تاع الوالد تاعه في الامتحانات. وحنا جينا نشجعوه باش يكمل الامتحان تاعه وان شاء الله تكون النتيجه يقسموا باذن الله. والصدمه بزاف سيسو الفراق. الفراق صعيب بزاف بزاف. جرح الفراق واحد بزاف.